للشدى والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفى المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفي حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد نقتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأبيات السائرة التي سارت مسار الأمثال قول أحمد شوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودون هذا في السيران و إن كان مثله في المعنى قوله: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. وقال جورج برنارد شو هذاك المشهور: لقد درست 52 نوعا من المدنية والحضارة فوجدتها جميعا قد اندثرت لما انهدم جانب الأخلاق فيها. وهذا ليعلم أن الحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا، هذا على وجه العموم. فكيف إذا كان الحديث عن أبهى مظهر تجلت فيه الأخلاق، عن أسبال مظاهر العقول لعقول ذوي العقول، عن أكثرها جذبا لهم وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن كل خلق كريم في كتاب الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن سعد بن عامر قال: أتيت عائشة فسألتها قلت: يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما لو أن هذا الكلام كان من غيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها ولمداخلتها إياه تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فإذا كان أقرب الأقربين يقول فيك: ما رأيت خيرا وما رأيت قط خيرا منك خلقا. هذه الشهادة التي لا يطلب فوقها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نال ما شهادة فوق هذه، شهادة رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان الذين جاءوا من بعدهم
يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهتدوا به في سمته ودله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه السمت والهدي. فنظر حذيفة قال ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. وفي هذا يقول شيخنا محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله ربى ابن مسعود مقيم الملة فكان يحكي هديه ودله. والكلام عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام شاسع الأطراف مترام، يعني حصره وضمه وكتبه في قرن واحد هذا شيء يعسر. لماذا؟ لأن كما قلت لكم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد التعرف عليه هو كل خلق كريم ذكر في كتاب الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تجلى فيه، وكل خلق ذميم ذكر في كتاب الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزورا عنه مجافيا إياه. لكن من أعجب ما ذكروا في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلقه صلى الله عليه وسلم كان عجبا، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جبريل ينزل إليه في كل ليلة من ليالي رمضان فيعارضه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث كله عجب، كل جملة منه تنقلك، كل جملة منه عجيبة والتي بعدها أعجب منها. الآن هذا الجملة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا أفعل التفضيل الذي يعني يقتضي أنه لا أجودية فوقه، أجود الناس، وهذا على مر الأيام غير مقيد بزمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذه الأجودية التي لا يتصور شيء يعني مستوى أعلى منها كان يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى منها في رمضان حين يقرأ القرآن ويعارضه جبريل القرآن. معناه أن يعني تصور هذا عقلا غريب عجيب، إذا كان أجود فهو وأكثر من هذه الأجودية جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان تأثرا بالقرآن، تأثرا بالقرآن. طيب، وكان جبريل يعارضه كل ليلة كتاب الله في رمضان، فماذا يكون بعد ذلك بعد تلك المعارضة؟ فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه جملة لا بد من إدراكها، أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين ما وجه الشبه بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ الريح المرسلة المرسلة بالخير، المرسلة بالمطر، هذه أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هذه التي يقول ربنا فيها وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، مبشرات بماذا؟ بالمطر بعدها. وهذا الذي يقول فيه ربنا وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته، مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها وهي ذلك الخير وذلك المطر. هذه الريح المرسلة التي تأتي بالخير تأتي بالمطر، فتنزل ينزل ذلك المطر في أرض لا يفرق ذلك المطر بين أرض فيها بير وفيها ساقية وفيها دواليب وفيها أنهار فيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، لا يفرق هذا المطر بين أرض متشوفة للري وأرض لا تريده. فالريح هذه المرسلة ترسل بالخير العام لمن يريده ومن يحتاجه ومن ليس في حاجة إليه، وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود صلى الله عليه وسلم بالخير من هذه الريح المرسلة، فيعم صلى الله عليه وسلم جوده ولا يخص، لا يخص.
لا 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 ينال من جوده أبو هريرة دون عثمان بن عفان، لأن عثمان كان غنيا لا يحتاج، وأبا هريرة كان فقيرا محتاجا. هذا ليس صنيع الخير الريح المرسلة بالخير، لا يعني ما أشبهه إلا بذاك الذي يقول في الزمن الأول: نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقر. هذه دعوة الجفلا، النبي صلى الله عليه وسلم الريح المرسلة بالخير، وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك في الحديث في الصحيح لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنس ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. أعملوا فيها شيئا ما أذهانكم، هذا جبل وهذا جبل وهذا السهل بين الجبلين، والغنم ملأت ما بين الجبلين، كم هذه من رؤوس الأغنام؟ 1000 ما تملأ بين الجبلين، 10,000 ممكن 10,000 رأس. يعني إذا أردنا أن نقدر قيمتها، كم تبلغ هذه من الدراهم والدنانير والريالات؟ كم تبلغ؟ وهذا إنسان سأله، واحد سأله أعطاه غنم بين جبلين، خذ. هذا كماذا وقع له؟ أسلم، رجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. يعني ما كلمه ولا ظهر له محاسن الدين ومزايا، ولا حذره من سوء المنقلب، حسن خلق واحد بموقف واحد يصير ذلك الكافر داعية إلى الإسلام. يا قوم أسلموا، لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الدين الذي يحمل على هذا التوكل كله، فيعطي عطاء لا يخاف فاقة بعده. هذا في غاية، هذا دين حري بأن يتبع، وأن يكون هذا الأعرابي وقومه من أتباعه. يا قوم أسلموا. فصلى الله على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسددا. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.